مرحبا بمشاهدي قناة عالم العجائب. اليوم سوف نتحدث عن أفضل 5 مسلسلات للأبطال الخارقين والكوميكس. في المركز الخامس ايرون فيست. تدور الأحداث المسلسل حول طفل يدعى داني راند. وقع له حادث هو وعائلته على متن طائرة فوق إحدى الجزر في قرية لها بعد زمني مختلف عن الأرض. يعود داني لمدينته من جديد، ولكنه يمتلك قدرات خارقة جعلت منه صاحب القبضة الحديدية، لتبدأ سلسلة من الأحداث ويدخل في صراع مع منظمة اليد. نال المسلسل الكثير من الانتقادات بسبب اقتباسه قصة السهم. في المركز الرابع The Flash. يحكي المسلسل قصة باري آلين ذي القدرات الخارقة وسرعة تحركه كالبرق، والمسلسل مشتق من السهم حيث تقع أحداثهما في العالم نفسه، حيث يستخدم باري قدراته في محاربة المجرمين الخارقين كذلك. سجلت الحلقات التجريبية للمسلسل كثاني أكثر الحلقات مشاهدة في تاريخ CW بعد يوميات مصاص الدماء. في المركز الثالث لوك كيج. تدور أحداث المسلسل حول لوك كيج الذي يتحول إلى هارب يحاول الاختباء وإعادة بناء حياته بعدما تسببت تجربة فاسدة في إعطائه قوة خارقة وجلدا قاسي لا ينكسر، لكن ظروفا ستجعله يخرج من مخبئه ليقاتل لأجل مدينته. لمواجهة الماضي الذي كان يختبئ منه طوال هذا الوقت، حقق تريلر المسلسل ما يقارب 2 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب في 24 ساعة فقط عند طرحه. في المركز الثاني السهم. بالعادة تكون مسلسلات الكوميك مسلسلات خفيفة كوميدية براقة وقصص تافهة نسبيا، لكن عكس هذا المسلسل فهو يسير في اتجاهين متقاربين بعبقرية الكتابة وسرد القصة المشوق تجعله من أقوى مسلسلات الأبطال الخارقة، لهذا أنصحكم بمشاهدته. وفي المركز الأول داردفول. المسلسل مستوحى من شخصية القصص المصورة التي تحمل نفس الاسم، وأحداثه تقع ضمن عالم مارفل السينمائي، حيث يجسد البطل دور المحامي في النهار والمحارب الجريمة في الليل. فرغم إعاقته وفقدانه للبصر منذ طفولته، إلا أنه اكتسب قدرات خارقة جعل منه منقذا للمدينة من كل أنواع الأشرار. وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، وإلى نراكم في حلقة جديدة. لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المشاهدة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.